السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الكرام أهلا وسهلا بالجميع، واعتذر إن أنا طولت ما ظهرت، لكن ما في شيء يخليني أظهر. لكن هذه المرة أو هذا المقطع راح يكون مختلف تماما عن بقية المقاطع. في هذا المقطع بالتحديد راح نتكلم عن شاب يمني مختطف من قبل حوالي 24 سنة. إيش قصة هذا الشاب وليش بعد هذه الفترة عادت قصة نسيم حبتور للانتشار؟ القصة بدأت كما يرويها والد هذا الطفل، حيث يقول: فقدت ابني من كورنيش الدمام، انخطف وعمره سنة وأربعة أشهر، والآن بيكون عمره 24 سنة، صار له مخطوف أكثر من 22 سنة. انخطف من كورنيش الدمام عام 1996 الموافق 19/9. ذهبنا إلى الكورنيش للتنزه مع أسرتي، واستأذنت منهم للذهاب بعض الدقائق إلى المكتب. وعند ذهابي جلست الأم مع أطفالها بالحديقة، وكان نسيم يلعب بالتراب وفجأة اختفى من مكانه. ذهبت الأم تسأل العوائل لكن بلا فائدة، وكان هناك بقالة. سألت صاحب البقالة وقال لها: لقد رأيت الطفل يبكي مع امرأة ورجل أسمر البشرة يبكي بطريقة غريبة. وسألتهم ليش يبكي، قالوا هذا طفل ضايع. وقلت لهم ودوه إلى أقرب دورية وأخذوا بعض الحلويات له كي يسكت، وطلعوا من البقالة ورأيتهم يذهبون لمواقف السيارات. وقد بيّن والد الطب بأن في جسم نسيم وحمة في الورك من الخلف على شكل خريطة صغيرة. طبعا هذه القصة كما يرويها والد الطفل في قبل سنوات طبعا نشر هذا الإعلان، وطلب من أي شخص يشوف شخص مختطف أو شخص ضائع ويملك نفس المواصفات اللي حطها سواء بالصورة أو بالمواصفات اللي هي بالشامل الموجودة على هذا الطفل. طبعا القضية اختفت لفترة كبيرة من الزمن. قد يتساءل البعض الآن ليش ظهرتم قصة هذا الشاب اليمني بعد مرور 24 سنة أو 22 سنة، ليش ظهرت هذه القصة؟ باختصار شديد، المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية استيقظت يوم الأحد الماضي حول اختطاف شابين من قبل حوالي 24 سنة. خيوط القضية تجمع سيدة خمسينية العمر من حي المزروعية في الدمام مع اثنتين من الأسر، إحداها من القطيف والأخرى من جنوب السعودية. الروايات تشابكت، أكيد تشابكت الروايات مع بعضها في اللي يقول أولادهم مش أولادهم، لكن الثابت الوحيد أو الأشياء اللي ثبتت بعد خمس أيام من التحقيق وبعد تحليلات تحليل الدي ان ايه، فقد كشفت أخيرا أن هذه الأطفال هم لهذه الأسرتين، اللي أسرة من القطيف وأسرة من جنوب المملكة العربية السعودية. ومن اللي مختطفتهم؟ المختطفتهم هي هذه المرأة. هذه المرأة اختطفت أكثر من طفل حسب التحقيقات الأولية، فقد اتضح أكثر من طفل كانت تختطفهم هذه المرأة. الغريب في الأمر أنه الآن اللي يدافع عن هذه المرأة هم هؤلاء الأطفال اللي الآن بعمر 25 و26 سنة. القضية حركت الرأي العام هنا في المملكة العربية السعودية، حيث كثير من الأسر اللي تم اختطاف أطفالهم بنفس التوقيت هذا. فقد أكثر من شخص حاول أنه يبحث عن الطفل أو عن طفل المختطف، قد يكون من بين الأطفال المختطفين واللي اختطفتهم هذه الامرأة. طبعا الامرأة كيف انكشفت؟ انكشفت هذه الامرأة لما راحت تستخرج لهؤلاء الأطفال أو لهؤلاء الأشخاص عشان تخرج لهم اللي هي هوية وطنية، فحاولت تشرح للأمن إن هؤلاء الأطفال كانوا لقيط بالشارع وقامت بتربيتهم، والآن قامت باستخراج لهم بطائق شخصية أو هوية وطنية خاصة بهم. فبعض الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها اكتشفت بعض الخيوط، اتضحت بعض الأشياء، عرفوا يوصلوا لأسرة هؤلاء الأطفال، عرفوا يوصلوا بعد الفترة هذه الكبيرة إن هؤلاء الأطفال مختطفين من هذه المرأة من 24 سنة. فعلى طول سووا معهم التحليل الدي ان ايه مع أسرهم. الغريب في الموضوع مثل ما تكلمت ان الأسر هذه الآن يعني في منهم من فقد الأمل بالتأكيد، في منهم لم يفقد الأمل، بس اللي خلاه يتحرك هذا الموضوع أو اللي خلانا نتكلم الآن عن هذا الموضوع ونربطه مع موضوع نسيم بن حبتور هو انه وجود شخص ثالث بنفس مواصفات نسيم بن حبتور. فوالد نسيم بن حبتور كان متواجد مع أسرة أحد المختطفين اللي رجع لوالده،
فهذا الشخص اللي هو بن حبتور يبحث عن ابن نسيم مثله مثل بقية الأشخاص اللي يبحثون عن أبنائهم. والتفاصيل الآن تؤكد أن هذا الشخص ربما بعد تحليل الدي ان اي يتضح أن هذا الشخص هو ابن بن حبتور اللي هو نسيم بعد إجراء تحليل الدي ان اي. طبعا البحث زمان عن المختطفين أو عن الأشخاص المفقودين يختلف عن البحث بالفترة الحالية اللي بالجرائد. زمان كانت بالجرائد والصحف والمجلات والأشياء هذه هي نفسها جرائد ومجلات وصحف. المهم يعني ما كانتش زي الآن وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كل شيء فيه سريع. فالآن راح أتكلم معكم مع فخليكم مع هذا المقطع اللي يوضح فيه والد نسيم بن حبتور ويتكلم فيه عن ابنه اللي فيه امل ما زال موجود ان هذا الولد راح يرجع لابوه. فنشوف المقطع. ان بصدف غير معقوله المتهمه كانت موجوده في وقت الخطف هي وزوجها والمواصفات التي نحن نعرفها وتعرفها ام نسيم بالضبط الا وهي مليانه ومرتفعه وزوجها نحيف واصغر منها وهذه المواصفات طبقت على الجماعه الذي عند الشرطه الان. فلذلك أن ولدي موجود عندهم. أنا كنت مر بجنب واحد من الأخوان هنا كنت دائما أسهر عنده في البيت حقه نلعب بلوت ما بلوت شيء ومر بجنب البيت هذا اللي فيه الخاطفة فما أدري أن ولدي معهم أو ما معنى أن هي الخاطفة إلا بعد ما كشفت الأوان الأخيرة هذه الأيام. أعادت هذه القضية الضوء إلى مزيد من حالات الخطف التي شهدتها العقود الثلاثة الأخيرة في مدن الدمام والأحساء. مثل ما شفتوا فقد أعادت هذه القضية فتح الكثير من الملفات حول المختطفين بالتحديد المختطفين اللي بالدمام والأحساء بالمناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية. فإحنا نتمنى إن شاء الله بعد تحليل الدي ان اي أن يظهر هذا الابن اللي هو نسيم. فبعد ظهور ولد جديد بالقصة لدى الخاطفة حيث تدعي هذه الخاطفة أن لديها محمد من زوجها الأول وآخر ظهر حديثا يدعى نايف من زوجها الثاني ولديه هوية يبلغ من العمر 24 إلى 25 سنة. تدور حوله كثير من التساؤلات حيث سيتم إخضاعه في القريب العاجل إلى تحليل الدي ان اي علشان يتأكدوا هل هو نفس الشخص اللي هو بن حبتور أو واحد ثاني. قررت النيابة العامة إخضاع والد نسيم بن حبتور للفحص الدي ان اي علشان يشوفوا التطابق بينه وبين هذا نايف أو قد يكون نايف هذا شخص آخر من أسرة أخرى مختطفة. فالقصة حتى الآن لم تتضح كل خيوطها. احنا راح نكون معاكم علشان نعرف كل الخيوط الخاصة بهذه القصة وراح نكون إن شاء الله على تواصل معكم وإظهار كل جديد يخص هذه القصة. في نهاية المقطع أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات عشان يصلكم كل جديد وعشان تشوفوا بقية القصة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معها الكثير يعني حسن اسمح لي أيضا أن أركز على موضوع وأيضا كما قلنا بأن القضية فتحت آفاق ربما لقضايا أخرى. قضية الاختطاف التي حدثت في عام 1417 في كورنيش الدمام لطفل صغير اسمه نسيم الحبتور. والده أيضا قام قبل قليل بتواجد في منزل الحاج علي الخنيزي الأستاذ نوري حبتور تواجد ليبارك وأيضا يعني طفت على قلبه الكثير من الآمال التي بعودة ابنه أيضا المخطوف. لديه أيضا الكثير من الآراء التي سوف يطرحها وأيضا ربما هناك مناشدات من القلب لإيجاد ابنه. أستاذ نوري أولا يعني نحن نشكرك على تواجدك أيضا وربما هذه القضية أعادت الأمل أكيد إلى قلبك بعودة ابنك نسيم. نعم الحمد لله أولا على كل حال نحن قمنا بزيارة الأخ علي هنا عشان نبارك لابن ولده والذي رجع له ولده بإذن الله يرجع لنا نسيم. وعندنا أمل كبير بالله سبحانه وتعالى أن نسيم موجود حيا يرزق ونناشد عبر المنبر حقكم هذا اللي هو الأخبارية الأخوان المسؤولين أن يضغطوا على هذا المرة وتدلهم على موقع ولدنا نسيم وبإذن الله متفائلين خير أننا نسمع بشرة سارة في الأيام الجاية. نعم أستاذ نوري أنت يعني هل لديك معلومات بأن الخاطفة الآن خاطفة موسى الخنيزي يعني هل لها علاقة بأيضا فقدان ابنك؟ ما عندي معلومات بس عندي أحساس أنها على علم وين يوجد ابني عندها أو عند غيرها لسبب معين وقت الخطف في نفس المواصفات
حقت المرأة هذه وزوجها الأخير اللي كانوا في الكورنيش أول ما كنا نتنزه، عندما حققوا معنا الأخوان في الشرطة في جهة الشرق في شرق الدمام، وأعطونا بعض المعلومات عنها، وكان بحضور زوجتي، ولما حضر زوجتي وأفتى في بعض المعلومات عن المرأة في سنها وفي حجمها طابقت مع المواصفات بالإضافة لزوجها في سنه وحجمه، فعلى طول قلنا لهم ولدنا مع الأسرة هذه، فعليهم بالبحث الأقل ولا أكثر. ماذا تتمنى من الجهات الأمنية أيضا، وبالذات أن الأمل بدأ يتجدد بداخلك تجاه الحصول ويعني الالتقاء بابنك؟ أملي فيهم كبير بالله، أولا قبل كل شيء بالله سبحانه وتعالى أن يضغطوا عليها ونطلعوا المخفي الأقل ولا أكثر. أستاذ نوري، لما سمعت خبر عودة موسى الخنيزي كيف كانت مشاعرك الداخلية وأنت تنتظر هذا الابن اللي أيضا عاش معك تقريبا سنة ونصف يعني، وأيضا كانت علاقتك الحميمية مع هذا الطفل ويخطف في لحظة؟ والله تجدد الأمل عندي لا أخفي عليك، أول ما عرفت هذا الشيء لأنه هو انخطفه في نفس السنة التي انخطف فيها ولدي، فتجدد عندنا الأمل، كان أنا أو الأسرة كاملة.